بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنبدا في السكشن. السكشن ده هيكون مراجعه على الدي سي موتور والترانسفورمر. احنا هنقسمه على فيديوهين. اول فيديو هيكون مراجعه على مساله على الدي سي موتور، والفيديو الثاني هيكون مراجعه على الترانسفورمر، هيكون مساله برضو على الترانسفورمر بس هتكون نفس السلايد. انا هبقى مجمعاهم كلهم في باوربوينت واحد بس هعمله على فيديوهين. تمام. نبدا بقى في السكشن ده او في الفيديو ده هنتكلم فيه على مساله الدي سي موتور. انا عارفه ان كده كده الكلام اللي هقوله ده هو كلام متكرر بس ما هو الا مراجعه. خلاص نحل مساله رقم 4 في شيت 4. شيت 4 هو زيه بالظبط زي شيت 3 بس نفس المسائل بالظبط، بس الاختلاف بس في ايه؟ الاختلاف هتبقى في ايه؟ في الارقام. خلاص انا عارفه ان الافكار دي احنا واخدينها قبل كده بس هي ايه؟ مراجعه مش اكتر. نبدأ في المسألة رقم 4. بيقول لي ايه؟ 125 فولت. يعني معنى كده المسألة دي مبدئيا هي شنط موتور. خلاص احنا عرفنا ان الفرق ما بين الموتور والجنريتور ان الجنريتور الانبوت بتاعه بيكون ميكانيكال والاوتبوت بيكون الكتريكال، لكن الموتور بيكون الانبوت بتاعه الكتريكال والاوتبوت بتاعه ايه؟ ميكانيكال. تمام. فدلوقتي هو شنط موتور يعني لازم يديني ايه؟ الانبوت بتاعه. هتبقى او لو اداني الانبوت هيكون ايه؟ فولت وتيار. خلاص هو بيقول لي ايه في المسألة؟ 125 فولت يعني ال في ام او ال في 125 فولت، والار بي ام اللي هي السرعه بتاعته 1000 ار بي ام، وده نوع شنط موتور يعني ملفات الفيلد تبقى شنط مع ملفات الارميتشر. وبعد كده بيقول لي ايه؟ ان البراشز ده الفولتج دروب اللي عليها 2 فولت، والارميتشر ريزيستنس 1/10 اوم، والفيلد ريزيستنس 100 اوم، والكاونتر اي ام اف 118 فولت يعني الاي 118 فولت. تمام. بعد كده بيقول لي ايه؟ 200 واط ميكانيكال اند ماجنتيك لوسز، والريتد الحاجات دي كلها عند الريتد لود. خلاص لما يكون الموتور ده محطوط عليه ايه او شغال عليه الريتد لود. خلاص بعد كده بيقول لي ايه؟ عاوز يحسب الريتد كارنت دروم بايز ارميتشر، عاوز يحسب التيار اللي طالع من الارميتشر لما اكون موصله الريتد لود عندي. خلاص وعاوز يحسب التوتال لوسز، وعاوز يحسب الديفلوبد اند يوسفل تورك، وعاوز يحسب الاوتبوت باور وتكون اليونت بتاعتها هورس باور، وعاوز يحسب الافشنسي عند الفول لود. تمام جدا. نبدا نشوف هنحل المساله ازاي. المساله 4 بي او مساله رقم 4 هي في الجزء اللي تحت من السلايد دي. احنا مبدئيا اتفقنا اي مساله دي سي سواء كانت موتور جنريتور شانت سيريز اي حاجه، احنا اتفقنا ان احنا بنجيب 5 قيم للايه؟ نجيب الاي اي التيار بتاع الارميتشر، والاي اف والاي لود لو كان في الجنريتور، او الاي اس لو كان في الموتور، ونجيب الاي ونجيب الفي. خلاص وبعد كده نشوف هو عاوز مننا ايه في المساله. خلاص اكيد هو مديني حاجات منهم اوريدي موجوده، فانا هشوف ايه اللي موجود معايا وهضطر اجيب ايه الباقي. خلاص هو دلوقتي مديني الفي 125 فولت، ومديني الاي ام اف 118 فولت. تمام جدا. خلاص بس مش مديني الاي اي، ومش مديني الاي اس، ومش مديني الاي اف. خلاص طب انا ابدا اجيبهم. انا دلوقتي الرسم بتاعت الشنطه موتور هتكون بالمنظر اللي هو مرسوم ايه في الجزء اليمين ده. خلاص انا دلوقتي عندي كهربا داخله، فهيكون عندي سورس بيديني فولت وتيار، وبعد كده التيار ده جزء منه هيدخل على الارميتشر والجزء الثاني هيدخل على ملفات الفيلد. خلاص بس الفولت بما انه هو شنط يعني الفولت اللي على الارميتشر هيساوي الفولت اللي على الفيلد هيساوي الفولت الايه بتاع السورس. خلاص طب انا دلوقتي بسهوله جدا اقدر اجيب الاي اف اللي هو بيساوي الفي على الار اف، والفي معايا 125 والار اف 100 اوم. في الحاله دي هيطلع معايا كام؟ 1.25 امبير. تمام جدا. طب انا دلوقتي محتاجه اجيب الاي اي ومحتاجه اجيب الاي ال. خلاص عاوزين نسميها الاي ال مفيش اي مشكله، عاوزين نسميها الاي اس مفيش اي مشكله. خلاص انا الاي ال دي اللي هو التيار اللي جاي من السورس. خلاص طب انا دلوقتي لو جبت الاي ال هطرح منه الاي اف، طب انا كده معايا الاي اي. طب انا دلوقتي الاي ال ده اجيبه ازاي؟ مش هو بيساوي الاي اي زائد الاي اف؟ تمام جدا. انا معايا الاي اف بس ما معيش الاي اي. تمام. طب انا اشوف طريقه اجيب منها الاي اي وبعد كده ايه اجمع عليه الاي اف اطلع الاي اي ال. طب انا دلوقتي الاي اي ده ليه قانونين ما لهمش ايه تالت؟ خلاص القانون الاولاني اللي هو يا اما يساوي الاي ال ناقص الاي اف، وده مش هينفع معايا لان الاي ال مش موجوده. تمام جدا. القانون الثاني
ان ال V بتساوي ال E زائد ال I A في ال R A زائد الفولتج بتاع البراشز. ده القانون العام بتاعنا. طب واحد يجي يقول لي ايه الفولتج بتاع البراشز ده يا باشمهندس؟ ما بيكونش موجود معنا في كل المسائل، مفيش اي مشكلة اطلاقا. والله لو موجود هتحطه، مش موجود اهمله خليه بزيرو، مفيش اي مشكلة. بس ده القانون الاساسي بتاعنا خلاص. تبقى ال V 125 فولت وال E 118، ال I A انا محتاجاها، ال R A 1/10، وال V براشز 2 فولت. خلاص انا حددت لك الفي براشز بتاعت كل براشز؟ لا، انا قلت لك الفي بتاعت البراشز 2 فولت، بدل انا ما حددتش العدد تبقى هتحطهم زي ما هم. خلاص طب انا في الحاله دي هقدر اطلع الاي اي، طب بعد كده هاجي اجمع الاي اي على الاي اف اطلع الاي ال. طب انا كده جبت كل التيارات ومعايا الفي ومعايا الاي، اشوف بقى هو محتاج مني ايه في المساله. هتلاقي اول مطلوب منك عاوز الاي اي اللي انت جبته اصلا. خلاص تاني مطلوب عاوز التوتال لوسز. انا دلوقتي انا عندي كام نوع من اللوسز؟ مش انا البي انبوت اللي دخلت هي الكهرباء دي، هل هي كلها هتخرج ميكانيكال؟ استحاله، لازم في لوسز بتضيع مني. طب اللوسز اللي بتضيع دي بقى هي كام نوع؟ والله انا دلوقتي عندي 3 انواع. انا دلوقتي التيار اللي بيدخل ده مش المفروض بيلف او بيدخل على ملفات الفيلد وملفات الارميتشر؟ طب ما انا ملفات الفيلد دي نحاس وملفات الارميتشر دي نحاس، خلاص يعني ليهم مقاومات. تمام، انا المقاومات دي لما يمر فيها تيار هتعمل لي لوسز. تبقى اول حاجه الكبر لوسز بتوع الارميتشر وبتاع الفيلد، تمام جدا. تاني حاجه، مش المفروض انا عندي الشافت، الشافت ده باخد من عليه الحركه، تمام جدا، اللي بتركب عليه الميكانيكال، خلاص بتركب عليه الميكانيكال لود. انا الشافت ده بتبقى ليه ماجنتيك وميكانيكال لوسز، تمام جدا. طب في الحاله دي عندي ماجنتيك وميكانيكال لوسز خلاص، وهو بتبقى مديها لي في المساله خلاص اللي هي ال 200 واط. في حاجه تانية، عند البراشز لوسز، مش البراشز ده متركب على الارميتشر تمام، وهو ليه فولتج دروب يعني ضايع فيه فولتج تمام، والبراشز دي مش بيمر فيها تيار الارميتشر بما انها متركبه على الارميتشر، تمام جدا. مش الفولت والتيار ده هيعمل لي باور حتى لو كانت قليله بما انه ايه ذكرها؟ تبقى في الحاله دي في ايه باور هتضيع في البراشز دي. تبقى الباور لوسز عندي 3 انواع، الكبر لوسز، الماجنتيك والميكانيكال لوسز، والبراشز لوس. خلاص تبقى التوتال لوسز 3 انواع كده. ادي البي كبر لوسز اللي هي بتساوي اي اف سكوير في الار اف زائد الاي سكوير في الار اي، وطلعتها خلاص. وبعد كده البي براشز اللي هو الفي في الاي، تمام، الفي بتاعت البراشز في التيار اللي هيمر فيها اللي هو تيار الارميتشر، تمام جدا. طب والبي لوسز مش بتساوي التلات انواع، البي كبر زائد البي براشز زائد البي ميكانيكال، تمام جدا. يبقى في الحاله دي هتجمعهم على بعض طلعنا البي لوس. طب بعد كده هو دلوقتي عاوز مني ايه؟ عاوز مني الديفلوبد تورك، وعاوز مني اليوسفول تورك، وعاوز مني الافشنسي، وعاوز الاوت بوت باور بس بالهورس باور، تمام جدا. احنا دلوقتي مش هو عاوز الافشنسي؟ قانون الافشنسي ايه بكل بساطه؟ البي اوت بوت على البي ام، تمام جدا. مش انا لو جبت البي اوت بوت وجبت البي ام وطلعت الافشنسي؟ اه. طب انا دلوقتي لو جبت البي اوت بوت، مش البي ام بوت بتساوي البي اوت بوت زائد البي لوسز؟ تمام، يعني انا دلوقتي مضطر اجيب يا اما اجيب البي اوت بوت والبي لوسز واجمع البي اوت بوت زائد البي لوسز اطلع البي انبوت، يا اما اجيب البي انبوت وبعد كده اطرح منها البي لوسز اللي انا جبتها اطلع منها البي اوت بوت، تمام جدا. اروح اشوف ايه اللي معايا. انا دلوقتي اللي معايا الاوت بوت بتاعي ميكانيكال، هو مش مديني اي معلومات عنه، بس انا دلوقتي الانبوت بتاعي الكتريكال، والكتريكال هو مديني داتا عنه، مديني الفولت، وانا قدرت اجيب التيار خلاص هقدر اجيب البي ام اللي هو بتساوي الفي في الاي ال، الفولت اللي داخل في التيار اللي داخل هتطلع 125 في 51 و25 من 100. خلاص كده جبت البي ام. طب ما انا البي لوسز انا لسه جايباها، طب في الحاله دي هقول ان البي اوت بوت بتساوي البي ام بوت ناقص البي توتال لوس، طلعتها اللي هي 5700 واط. بس ده بالواط، هو عاوز مني الاوت بوت باور بالهورس باور، هقسم اللي انا جبته بالوات على 746. طب لو انا كنت حولتها ل 5.7 كيلو وات هتقسم على 746 من 1000، تمام، هتتحول معاك هورس باور خلاص. طب والافشنسي بكل سهوله، بي اوت بوت على بي ام، تمام جدا، واضرب النسبه في 100 واضرب اللي هيطلع في 100 عشان تطلع نسبه مئويه، تمام جدا. طب بعد كده هو عاوز مني الديفلوبد تورك وعاوز مني اليوسفول تورك، اليوسفول تورك اللي هو الاوت بوت تورك خلاص. طب انا الديفلوبد باور، الديفلوبد تورك ده مش التورك بيساوي الباور على الاوميجا؟ تمام، انا دلوقتي على حسب النوع اللي انا عاوزاه هطلع عندي. انا قلت لك عاوزه الديفلوبد تورك تبقى البي ديفلوبد على الاوميجا، اليوسفول تورك تبقى البي اوت بوت على الاوميجا خلاص، الميكانيكال تورك تبقى البي ميكانيكال على الاوميجا، تمام تمام جدا. ايا كان نوع التورك اللي عندك هتجيب الباور بتاعتها، تمام تمام. البي ديفلوبد
على الاوميجا، الاوميجا 2 باي ان على 60 والان هي معايا 1040 تمام. الاوميجا ما عنديش فيها مشكله، البي ديفلوب بقى هي اللي هتبقى عندي مشكله. البي ديفلوب بتساوي ايه؟ ليها قانونين، يا اما بي اوتبوت زائد بي ميكانيكال لوسز، يا اما بي انبوت ناقص البي كبر زائد البي ايه براشز خلاص، يا اما قانون ثالث هو الاي في الاي اي تمام. وبكل سهوله هنقدر نجيبها تمام، معاك البي اوتبوت ومعاك البي ميكانيكال لوس تمام جدا. هتقول التي ديفلوبت او التورك ديفلوبت اللي هو بيساوي البي ديفلوبت على الاوميجا خلاص 2 باي ان على 60. طب اليوسفول تورك بيساوي البي اوتبوت على الايه على الاوميجا، والبي اوتبوت معايا والاوميجا معايا خلاص. ودي المساله اللي انا عاوزه ايه الناس تحلها بالنسبه ايه لمسائل الدي سي تمام.